لا يوجد إنسان تعيس، ولكن توجد أفكار تسبب بالتعاسة. إن لم تكن سعيدا داخليا لن تكون سعيدا خارجيا، وإن لم تكن كما أنت الآن لن تكون سعيدا عندما تصبح ما تريد، وإن لم تكن سعيدا بحياتك الآن لن تكون سعيدا بأي حياة. إن لم تكن سعيدا بأهلك ووطنك لن تكون سعيدا بأي أحد. لو نظرت حولك وعرفت حقيقة من أنت لن تستطيع أن تكون غير سعيد. لا يوجد طريقة للسعادة لأنها هي الطريق. السعادة الحقيقية تكمن في حب الله تعالى.